ورجعنا لكم تاني، وزي ما قلت لكم في البدايه موضوعنا النهارده عن شفط الدهون بالبيزر. هنتعرف عليه اكتر، هنتعرف ايه الفرق ما بينه وما بين الشفط اللي كلنا عارفينه او بنسمع عنه. هنتعرف كمان هل شفط الدهون بالبيزر مجرد حاجه بنشفط بيها دهون فبتعمل لنا قوام احلى، ولا ليها كمان مميزات اكتر من كده. ضيفي النهارده هو دكتور سامح صادق، استشاري جراحه التجميل جامعه كولومبيا الامريكيه بنيويورك، والحصل على البورد الامريكي بنيويورك. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. دكتور تديني بريف كده، يعني ايه شفط الدهون بالبيزر؟ جهاز البيزر هو جهاز بنحطه في وسط الدهون قبل ما نبدا الشفط، بيدوب الدهون ويعمل حراره عاليه ويخلي الجلد يكون كولاجين عشان لما نشفط يتشد. اوكي. الشفط التقليدي ما بنعملش كده، فبيعتمد على القوه اللي احنا بنستخدمها بايدنا، فبيقطع خيوط الكولاجين وممكن يؤدي ان الجلد يترهل. الشفط اللي بالفيزر بيؤدي ان الجلد يتشد. معلش يا دكتور ما فهمتش، يعني الجهاز نفسه بيحفز الكولاجين انه يطلع؟ ما فهمتش الجزئيه. أيوه. دي يحفز الكولاجين ان يطلع. طب مين الحالات اللي تقدر تقول لها يا دكتور اوكي انت تقدر تعمل شفط بالفيزر؟ الحالات اللي هي فيها دهون موضعيه في مكان معين، مش اللي عايزه تفقد وزن. شفط الدهون عموما بالفيزر او من غير فيزر مش للمريض اللي عايز يفقد وزن. أوكي. للمريض اللي عاوز ينسق القوام، اللي هو عنده مشكله في الشكل، دهون متجمعه في جزء معين من الجسم ومش بتروح مع اي دايت او رياضه. اوكي. وما يكونش الجلد مترهل متني على نفسه. ترهل الجلد بنقسمه 4 درجات، من الاولى للرابعه. الفيزر بيفيد في ترهل الجلد من الدرجه الاولى والثانيه. اللي اكتر من كده مش ممكن نعمل اي فرق كبير، الا لازم نعمل شد. طب دكتور بمعنى كده بقى ان لما بيجي لك عيان في العياده اوكي ويقول لك انا عايز اعمل شفط دهون، الاثنين اللي انت قلت عليهم لازم طبعا يبقى حاجه وزن معقول، بس هل لو واحد عنده ترهلات جامده جدا تقول له خلاص اعمل شفط عادي بلاش الفيزر كده ولا كده مش هيجيب نتيجه، ولا بتعمل له برضه فيزر ولا ايه؟ لا يعني بنفهمه احنا هنعمل له شفط بالفيزر ونسيب الجلد يرتاح من 3 ل6 شهور ونشوفه اتشد درجه قد ايه. اوكي. لو الدرجه دي مش عاجباه، وفي صور احنا جايبينها لحاله ان هي اتشد نوعا ما والمريضه بقت سعيده وما كملتش في ان هي تعمل فتحه او ان كده. بعض الناس بيبقى عايزه شد، يبقى البطن تقريبا او الفخذ كان ما فيش اي ترهل مشدود تماما، ساعتها بنضطر ان احنا نعمل فتحه جراحيه. بعمل الجرح وجسمك بيعمل الاثر او الندبه. لانه فعلا احنا دي خلايا حيه مضطرين ان احنا نستحملها لغايه لما تخف وتبقى كويسه. التوقعات كلها بناء على الاحصائيات. ان 70% هيحصل كذا، 80% هيحصل كذا، لكن لما المريض اللي يروح للدكتور يقسم له يعني ان هيطلع البتاع دي، ده كلام فيه. ده كلام طبعًا. مش حقيقي. طبعا. طب دكتور هل شفط الدهون بالفيزر ممكن برضو نعمل بيها اللغد وكده دلوقتي ولا لا؟ صحيح. ينفع؟ هو من انجح الحاجات فيها عشان بيبقى الترهل برضو ما بيبقاش. أيوة. قوي. الجلد أوي. الجلد بيستجيب بسرعه عاليه جدا. اقصاها ان احنا ممكن نحتاج اشوارك مثلا. ان هو بنحدد بالزاويه 90 درجه اللي تحت الدقن. التقاء الجزء اللي تحت الدقن مع الرقبه لازم ايه زاويه حاده. ففي الحالة دي بيستجيب بسرعة حلوة جدا. لو حد أكبر في العمر من المريض ده بشوية احنا نقدر نحط له خيوط، فنقدر نحقق شد جلد قوي جدا من غير جراحة، من غير فتحة. ما انتوا ممكن تدخلوا حاجتين في بعض، نعمل ده وبعد كده نفينش اب. طب دكتور ايه اللي في الجسم اللي صعب الشفط بالفيزر بيه غير منطقة الصد؟ في حاجة تانية تقول لا؟ الجزء اللي حضرتك شايفه في الصورة دي، الجزء اللي فوق خط الفك. يعني فين؟ الجزء اللي هو هنا. هنشفط من هنا ليه؟ علشان في بعض الناس بيبقى عايز الوجنه زي حضرتك كده يبقى باينه جميله. مين دكتور والنبي مين في مصر عايز وشه يبقى رفيع؟ مين بيجي لك يقول لك غير تعالى انفخ لي وشي انفخ لي؟ هو قليل جدا ده بره بقى. لما كنت في امريكا أنا حضرتك انا بقيت بليد في شفط الوش. انت كنت بره من ساعه ما بالظبط. هو في امريكا بيجوا كتير بصراحه. بالظبط. بيبقوا عاوزين ان الجزء ده يبقى فلات ويبقى ده باين الوجنه التشيك بونز. فدي خطيره جدا الحقيقه، محتاجه حد عمل البروسيجر ده كتير جدا. اوكي. لانه جنب الاعصاب بتاعت الوش والسخونيه طبعا بتحتاج. لكن ينفع جداً. ينفع. بس دي اصعب الحاجات دي اصعب حاجة. طب دكتور تدينا بريف برضو كده عشان الناس تفهم قبل العمليه، هل في تحضيرات بتحصل؟ هل في تحاليل بتتعمل؟ هل في حد ممكن يجي لك يا دكتور تقول له لا سوري مش هعمل لك، مش عشان زايد في الوزن، عشان صحته؟ أيوة. وفتره العمليه وبعد العمليه كلمنا شويه يا دكتور.
بيجي حالات مثلا يبقى اولا التحضير بيبقى ان احنا نعمل التحليل المعروف وبناخد هيستوري نعرف شكوى ايه لو بيعالج بياخد ادويه وحاجات زي دي. المرضى اللي بياخدوا ادويه سيوله مستحيل ان احنا نقدر نعمل لهم الا لما يوقفوا ادويه السيوله. طب لو مركبين مثلا صمام في القلب صناعي او كده مستحيل يوقفوا ادويه السيوله فمش ممكن نقدر نعمل لهم العمليه. الناس اللي عندهم سكر بنقول لهم ان احتمال يحصل التهابات. الناس اللي هم فوق 45 سنه ممكن مكان الجرح يلتهب. اوكي. بنقول لهم كل الاحتمالات دي لازم ضروري لازم الدكتور يعمل كده الحقيقه. وناس ممكن ترفض تماما بالظبط خطر على حياته ما ينفعش. لو هم خايفين يفضل ان هم ما يعملوش. المرضى الاخطر مريض في جراحه التجميل هو المريض الغير واقعي. غير موقع. بس يا دكتور اسمح لي يا دكتور هو بيبقى كمان من الدكاتره الغير واقعيين. ما هو للاسف يعني انا ما فهمش حد يقول النتائج 100% ما فيش حد مش ممكن هرجع زي ما ربنا خلقني وانا عندي 20 سنه اصلا صعب جدا يعني. طب دكتور بنعمل التحاليل وكل حاجه العمليه وقتها قد ايه بعد ما بيطلعوا ايه الوقايه اللي بتقولها لهم او التعليمات اللي بتقولها لهم عشان تنجح العمليه؟ هو حركة العملية المنطقة الواحدة احنا بنحسبها بالمنطقة المتوسط لانه ممكن تبقى فيها دهون كتير ممكن الجلد محتاجة تكنيك معين نزود شوية في وقت الفيزر او كده. لكن هو المنطقة الواحدة بتاخد في حدود ساعة ساعة ونص. اوكي. ما بين ان احنا بنحقن البنج الموضعي لا احنا بنعمل كل الحاجات دي بنحقن البنج الموضعي وننتظر عليه يشتغل دي نص ساعة. الفيزر نفسه بياخد حوالي 20 دقيقة والشفت بياخد حوالي 20 دقيقة تقريبا. أوكي. فاحنا بنتكلم نص ساعة 40 دقيقة حاجة زي كده قصدي ساعة ساعة و10 للمنطقة الواحدة. وده حضرتك بتعلمه هتعمله ايه قبل طبعا نعمله؟ ده مريض بيلعب رياضة بصورة قوية واحنا هنعمل شفت نبين عضلات البطن. فلما زي ما حضرتك شايفة الجلد مشدود تماما وهو عضلات بطنه باينة بس عليها دهون. فاحنا عايزين نفصلها نبين كل تفصيل فيها. اوكي. فبنرسم الرسمه دي مهمه جدا نص العمليه الرسمه الصح. بعد كده بنحقن البنج الموضعي بتاعنا ونبدا نشفط من علامات المريض بيبقى صحي طبعا فبرضه الدكاتره في دكاتره كتير الحقيقه هنا في مصر بيعملوا الشفط بتخدير موضعي. اتنين تلاته تحديدا انا عارفهم شفتهم بيشتغلوا رائعين جدا. فاحب اقول للمرضى اللي هتعمل لهم بروسيجر زي ده ببنج موضعي حضرتك هتشوف الدهون وهي طالعه مهمه قوي بالنسبه لك تشوفها صفرة ما فيهاش دم. دي علامه نجاح الحقن المظبوط في المكان المظبوط في المستوى. طب ولو شاف لو دم ده معناه تعرف ان يا اما الدكتور قرب يخلص وفي الحاله دي الدم يبقى لازم قليل او الدكتور غشيم مش عارف بيعمل ايه. طب وبعدين وانا تعبت بقى وانا متزنجه تعرف انك بتنزل اعمل ايه انك ما عملتش الهوم ورك بتاعك هتلوم نفسك اول واحد ما اخترت غلط اخترت غلط تلوم نفسك اول واحد قبل الدكتور هو قاعد متبنج يا دكتور ايوه اخترت غلط دلوقتي ما انا ساعات ببقى ريزل انا اسف فحبيت ان انا ابقى ريزل. طب دكتور هل ممكن موضع اكتر من منطقه في العمل يعني في مرة واحدة ولا انت ما تفضلش؟ حد اقصى ثلاث مناطق وما يكونش كميه الشفط هتزيد عن 10% من وزن الجسم. 10% من وزن الجسم؟ ايوه يعني ولو حصل غير كده ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل؟ مشاكل كبيره جدا، اولا الضغط هينزل جامد جدا. اوكي. فالمريض ده هيقعد يدوخ ويقع ويبقى تعبان جدا فتره طويله قوي بعد العمليه. المشكله الاهم ان بيتلخبط الصوديوم والبوتاسيوم ودي مواد لازمه لان ضربات القلب تبقى مظبوطه. ان المخ يشتغل بصوره مظبوطه فممكن كل ده ياثر على المريض حتى تصل بعد شهر الوفاه. طب دكتور بعد العمليات ايه النصائح اللي انت بتديها عشان العمليه تنجح؟ يعني هل في حاجات معينه لازم يعملوها يتبعوها؟ هل في حاجه لازم يلبسوها؟ هي في نصيحه طبيه وفي نصيحه سوشيال يعني. اوكي. النصيحه الطبيه النصيحه الطبيه اللي هو لازم يتجنبوا ان اي حاجه فيها حزق اي الكح حاجه إيه؟ حزق اوكي كح امساك شيل تقيل طلوع سلم بسرعه نروح الجيم ما ينفعش لمده أوكي. شهر من شهر لست اسابيع وان نلبس الكرسي ده مهم جدا لان هو كرسي ده مطاطي بيضغط على الجلد عشان يبين الشكل اللي احنا عاوزينه. اوكي. الحركه مهمه جدا عشان ما يحصلش جلطه في الساقين. ويتجنبوا اي ادويه سيوله طبعا. اوكي. النصيحه السوشيال بقى ودي حاجه انا من ساعه ما جيت الوطن العربي عموما انا مش بتكلم على مصر يعني لان اشتغلت في كذا بلد انه الدكتور لما بيعمل حركه العمليه
فهو صديقك. هو مش عشان ازرقيت او ورمت، وده شيء طبيعي جدا. انك تفضل تخلي مع الدكتور، ارجوك ما تخسرش الدكتور في اول لحظه، لانك انت محتاج للراجل ده. اللي هو اول يعني الواحد تعبان جدا يطلع من العمليه، اول حاجه المريض يقولها كل ده، طب يا حبيبي كنت اكلفتك واطلع بسرعه، يعني مش مهم كل ده، المهم النتيجه تطلع حلوه. تاني حاجه، انا يعني عندي مريضه كده بتيجي من منطقه خارج القاهره، طول الوقت بتشتكي ان هي في لون ازرق، بعدين لما اللون الازرق راح طب هيروح، ايه المشكله؟ لا انا هفضل عايشه كده طول عمري. طبعا مستحيل، حضرتك اتخبطتي قبل كده وزرقيتي وعيشتي كده طول عمري، فيعني عندنا شويه معلش يا دكتور، بس الدكتور لازم دايما يعني فاهم، هو في جزء لازم تطبطب، جزء نفسي لا هيروح لا هيعمل. بس يا دكتور واضح ان انت قبل العمليه بتقعد البيشنت وبتقول له كل حاجه. بتقول له كل حاجه، وبقابله اكتر من مره الا في حالات قليله. يعني في ناس مثلا بشوفها بحس ان شخص ريلايبل، بيفهم اللي احنا كده وعارف هو عاوز ايه. بنعمل له يعني، احنا كان عندنا مريضه مثلا هي بتتفرج علينا النهارده، كانت عامله شد فخاد من فتره قريبه، شفته شد مع بعض، وكانت ست ريلايبل جدا وفاهمه هي عايزه ايه، وست محترمه قوي ومتقبله وهاديه، وشخصيتها الدكتور لازم يقرا الشخصيه، شخصيه راسيه وهاديه، فدي ماشي. لو هي خدت القرار عايزه تعمل بعد مقابله واحده مفيش مشكله، لكن اغلب الوقت بنحتاج نقابلهم مرتين ثلاثه علشان لو ما خدوش بالهم من الحاجات اللي هنقولها والتعليمات واللي ممكن يحصل. انا ما خدتش بالي من الشخصيه فيها مشكله عندها، يعني بحاول اكلمهم في حاجات تانية كتير جدا غير العمليه، لانه في بعض الاحوال بيبقى عندهم مشكله شخصيه وتعمل مشكله بعد كده في انها تتحمل اول اربع خمس ايام بعد العمليه، ان يبقى في طبعا لازم يبقى في الم، يبقى في شويه ورم، الحركه محدوده، حاجات زي كده. فلازم الدكتور يقعد مع مريض كتير الحقيقه. طب دكتور قول لنا ازاي نختار دكتور التجميل الصح؟ دكاتره كتيره، انت اكيد يا دكتور شفت مساوئ كتيره، انا عشان بحتك بستات كتيره شفت حاجات فاشله كتيره، وفاشله بمعنى اسمها تشوهات. صحيح. اوكي، فنختار الستات بتتفرج عليك دلوقتي. ايوه، كلنا بنحب دكاتره التجميل، كلنا محتاجين تجميل، فايه ونعمل ايه؟ نختار صح ازاي؟ اولا يا فندم لازم عليك تتاكد ان الدكتور جراح تجميل مش جراحه هامه. يعني نعمل ايه يا دكتور؟ يعني يعني نسال ولا نخش العياده نقول له هات شهادتك ولا نعمل ايه؟ هو لازم يكون معلق شهادته، بدايه لازم يكون معلق شهادته، ولازم اشوفها، ومن حقي لا حتى لو ميت حب يشوفها من حقه يشوفها. يعني ده مش بيبقى اهانه ليكو؟ لا اطلاقا، لو الدكتور حس بالاهانه يبقى هو حد مش طيب. اوكي، ثانيا حاول يكون حد تاني عمل عنده وانت شفت النتيجه. اوكي، ثالثا اطلبي صور حقيقيه مش من الانترنت. اوكي. رابعا في حاجه بقى معيار مهم جدا، حضرتك هتبيضي العماره مثلا مجازا ب 100,000 جنيه، الدور الواحد بيتكلف 10,000 جنيه. فجالك الراجل التاني نقاش قال لك انا هبيضك العماره كلها بسعر دور واحد، هل ده شيء يعقل؟ لا. فلما تلاقي حضرتك يعني انا برضو من فتره جات لي مريضه عملت تصليح، جايه تعمل تصليح الانف لرابع مره. طب في المره الثالثه حضرتك عملتيها قالت لي لا الدكتور كان رخيص جدا عملها لي في العياده، حضرتك متوقعه في العياده وانت صاحيه قدام عمال ينزل في زورك وانت مش عارف ايه، هو هيبقى مركز وبالسعر ده هيستخدم خيوط مظبوط؟ يعني لازم برضو يبقى في ايه ضوء احمر بينور في راسنا لما نلاقي السعر رخيص جدا. انا ما بختارش الدكتور على حسب السعر. غلط 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 تماما. ولا عارف يا دكتور انا بقول ايه، ولو انت ما عندكيش الامكانيه بلاش، اصلها مش عمليه في القلب هتموتي. انت ما تعملهاش خلاص، ممكن نعيش بفخاد تخينه، سوري فاهم قصدي؟ بس ما تشوش وارجع بقى اصرف اكتر، ما انا هصلح، ما انا هضطر اصلح. يعني احنا امبارح كان عندنا حاله بنصلحها، الخيوط العاديه في الامبول في حدود 200 جنيه مثلا، اضطرينا نجيب خيط مخصوص بالفيدكس 8200 جنيه، استخدمنا 10 خيوط من ده عشان تصليح طيب حضرتك يعني برضو لازم يكون في شوية يا فكر، يعني ده جسمك وهتعيشي بيها طول العمر، يعني حاجة هتلزق فيك طول العمر، فلازم تختاري مظبوط. طب ايه تاني يا دكتور؟ اوكي الشهادة، ان احنا السعر، لا ان احنا نشوف صور بيفور اند افتر بس حقيقية. ايه تاني؟ ان الدكتور تحس عليك ان هو ابروتشبل برضو. في نقطة مهمة قوي، لو انا جيت لحضرتك انا الدكتور بتاعك وهدومي مقطعة وعربيتي وحشة ومش ما عنديش اجهزة جديدة ومش مطلع على الجديد، ما رحتش مؤتمرات، لان دي كل حاجات محتاجة مصاريف. الدكتور عشان يحقق ده غير ان هو يكفي حياته، يعني فيا اما يعمل حالات قليلة بسعر كبير،
يا اما يعمل حالات كتير بسعر قليل. حضرتك تحبي تكوني من مين فيهم؟ عايزه السعر القليل ويبقى معاكي 10 عينين في نفس الوقت فهو مش مركز، ولا عايزه الدكتور ده يبقى مديكي وقته ويرد عليكي في كل وقت، تبعتي له على الواتساب صورتك وتطمنيه ويتصل بيكي في التليفون والستاف بتاعه يتابعك؟ فحكايه السعر دي مهمه جدا، لانه لو الدكتور رخص لك اعرفي ان هيعمل معاكي حالتين ثلاثه تانيين، فمش تاخدي العنايه اللي انت تستحقيها. الدكتور لازم يبقى ابروتشبل، لازم حضرتك يبقى عندك نمرته ويبقى عندك نمره ثلاثه اربعه تانيين حواليه لو هو مشغول، ولازم تعرفي تشوفيه لما تحبي تشوفيه. مش اللي هو لا مشغول اصل هو مش عارف ايه، طب هو مشغول في حد تاني هو بيثق فيه يقدر يشوفك او يساعدك لو في حاجه زي دي. الدكتور يقعد معاكي يتكلم لايت لما انت تبقي ساتيسفايد، مش لما خلاص هو كده المقابله انتهت. لا لا ركزوا يا ستات، لان يعني 90% من ستات مصر بتعمل تجميل ومحتاجه، وخصوصا مواضيع شفط الدهون وشفط الدهون بالبيزر. يعني هي في، انا بس ايه، انا اسف اقطع كلام حضرتك، في مثل كده كان حد اعرفه بيقوله لي، بيقول لي الفهلوه تؤدي لخساره. يعني لو المريض بيبقى عامل فهلوه على الدكتور وبيفاصل هيخسر، لان الدكتور هيعمل فيه، لو الدكتور عامل فهلاوي هيخسر برضه، هيخسر صح، فالفهلاوه تؤدي لخساره. طب في الاخر خالص يا دكتور، علق لنا على اخر صوره، هم منزلين صوره دي متهيألي من انجح الحاجات بالشفط دهون ده السكس باكس ولا منطقه الصدر؟ السكس باكس مع منطقه الصدر، بس المريض عمل حاجتين بصراحه. راح الجيم وخس الوزن، فتحس عليك ان محيط الوسط نفسه مش بس العضلات باينه، ده محيط الوسط نفسه بقى اظهر بكتير. يعني هو خس بعد ما عمل الشفط؟ يعني اما بقى يروح الجيم ونظم اكله فالحكايه بقت احلى بكتير. فالمريض عليه جزء كبير جدا مع الدكتور، المريض والدكتور فريق. احنا الاثنين بنشتغل عشان نخلي ده ينجح. وده منطقه الصدر عند الرجل برضه؟ ايوه. من انجح، وده بيبقى ده من انجح الحاجات في الموضوع ده. طب دكتور سامح، حابب تقول ايه في النهايه على شفط الدهون؟ تلخص لنا بينا بالفيزر، تلخص لنا بينا، تلخص بيها الحلقه. عمليه شفط الدهون هي عمليه مع انها فتحات صغيره جدا ما بتبانش، لكن هي جراحه. مش اي دكتور جاب جهاز جديد هو انجح واحد بيعمل الحكايه دي. اي انسان عنده كمانجه ستراديفيريوس ب 150 الف دولار مش هيبقى موسيقار، لكن أكيد. موسيقار لو جاب حاجه في 3 ساعات كده هيعمل موسيقى حلوه اكيد. فتاكدي حضرتك انه لازم يكون الشخص ده موهوب، شفتي نتائجه، عرفتي حكايته، ودوري معاكي. لا ده ممكن يعمل لك كذا، لا مش هعمل لك دي، ممكن يجي لك ايه الكلام ده. وفي النهايه المضاعفات جراحه التجميل كلها ليها حل وعلاج في الايدين الجراحين اللي فاهمين بيعملوا ايه. دكتور سامح بجد بشكرك جدا، نورتني. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني على طول.